متطلبات الإحرام، متطلبات الإحرام. أنت الآن أحرمت من الميقات وذهبت إلى أداء النسك، هنا المتطلبات أن تكثر من التلبية ورفع الصوت بها. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، العج فيرفع، فيكثر إنسان الحاج من التلبية، يكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية. كذلك يتجنب الطيب، يتجنب الطيب، لا يتعطر، لا يلمس طيب. أما إذا كان روائح يعني مطي، يستخدم مثلا بعض الأشياء التي فيها روائح طيبة، كان لا، مثلا يستخدم مثلا بعض مثلا الصابون الذي برائحة مثلا التفاح أو مثلا المعجون، هذا لا بأس، كله لا بأس بها. كذلك يتجنب إلقاء التفث، هنا لما قلنا إلقاء التفث قبل على أساس يتجنب إلقاء التفث بعد ذلك وهو محرم، يتجنب إلقاء التفث. لذلك يعني لا يقص شيء من نظافه، لا ينتف شيء من شعره، وإذا كان مثلا قاعد تحكي كان يحك كذا، ما يحك كذا، وبعد هاي يقرب صار يزيد الشيطان كذا الحين يحضر. فلذلك إذا متحك حك هكذا يعني على أساس ما، وإذا سقط شيء من الشعر ما عليك شيء، سقط شيء من شعرك لا عليك شيء، لأن ذاك شعر ميت، سمى شعر ميت وليس عليك شيء في هذا المأمر. أيضا لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، وإذا سبحان الله تغطى رأسه بالغلط، كان يكون مثلا نام وسقط الرداء الإحرام على رأس على رأسه، يزيله ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ويتجنب لبس المخيط، وهذا من باب أولى يعني إنه يتجنب لبس المخيط فقط، يعني رخص في هذا المحفظة للنقود اللي يسميها الكمين، نفس الهميان أو ما شابه ذلك، حتى لو مخيط يجوز استخدامه لحفظ النقود. لماذا لحفظ النقود؟ فهنا لا بأس به، أما غير ذلك لا، لا يستخدم، لا يستخدم من اللباس. نعم. ثم يذهب الحاج إلى أين؟ إلى مكة لأداء المناسك. فإذا ما وصل إلى مكة يبدأ أولا يذهب إلى السكن الذي استأجره، يذهب إلى السكن يعني يؤكد سكنه وأين موجود وينزل أغراضه وحاجاته في السكن. لذلك هنا إذا كان سبحان الله هذا الإنسان كان متعب، وصل تعبان وما يقدر، عاجز أن يصير يعني لديه عجز تعب شديد إنه يصير ذلك حين يعتمر، جاز له الاستراحة وأخذ راحة في السكن ثم بعد ذلك يذهب، يجوز له.